شعار من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في الخواطر. نعم. هسا في عندي أنا كانت مشكلة مع زوجي، أنا ما اهتميت لهاي المشكلة أكثر ما اهتميت للغارمات والغارمين والمتعثرين مالي. يعني الحقيقة الغارمات إحنا تناولناهم ورح نعمل يعني حلقة موسعة، بالعكس رح على مدار يوم كامل رح نعمل عنهم. هي نعم. بالنسبة للمتعثرين ماليا نعم. أصلا هم بدهم أكثر من حلقة حتى إنه نوصل. أكيد بالتأكيد الموضوع يعني شائك وكبير. الموضوع نعم. كثير نعم. فالموضوع قضية المتعثرين أنا بدي أعطيك أرقام ست سوسن. 465 ألف مواطن متعثر أردني خارج يعني المسجون خارج البلاد وداخلها 26 ألف مزارع أردني، هذا هو أكسجين الوطن، المزارع هو لأكسجين الوطن، أهم هو قطاعات الوطن، أهم قطاعات الوطن. نعم. هسا صارت عندنا هون في دراسات من الجامعة الأردنية أعطتنا نسبة طلاق، صارت عندنا نسبة طلاق فائقة. ليش؟ بسبب التعثر المالي. صار في عنا نسبة انتحار، صار عنا أصلاً صار عنا جسد يعني حالات انتحار، حالات أمراض نفسية جسدية من وراء التعثر المالي. التجار، بدنا نحكي عن التجار، أعطيكي كمان 1500 مصنع تسكر، هذا بناء على توفيق الحاج حسن من غرفة رئيس غرفة صناعة التجارة. 1500، وفي عنا إنشاءات صغيرة هاي اللي عبارة عن سوبر ماركت أو محل تجاري كمان تسكر عنا المنشآت. طيب في 44 منشأة ما ترخصت، ليش الحكومة ما تسأل ليش هاي ما ترخصت المحلات؟ 44 ألف. نعم. 44 ألف. إحنا بنحكي هسا عن هاي اللي بتنعش الاقتصاد، أصحابها متعثرين. نعم. 44 منشأة لما ما تترخص شو معناته؟ فيش شغل. معناته فيش شغل. ما في شغل.